مدروس مكسور يا الربع، واحد مدروسي مكسور، واحدة من الأذاني مشكوكة، والأمور زينة. الله يشفيك إن شاء الله. معكم طوني خبير ألباس. معكم طوني خبير ألباس. إيه. دائما أشتري للشباب في ظلمة. محل طافي كهرباء. دائما أخوياي يلبسوني ولبسهم، يسموني أبو قماع. عندي طقم كثير بس والله حرام ألبسها في القرية. شكرا لكم. شكرا. طيب. فليتفضل. معكم سنيتان. سنيتان. سنيتان حلو، اللي يحب الملابس ويشوف اللي يشيك الملابس، ويحب دائما الذوق اللي يكون خارج عن السياق، مألوف يعني خارج السياق وخارج الصندوق. حلو. طيب بداية أبي يستاهلون لجنة التحكيم الموقرة. الأستاذ اللوك هذا عجبني، شوف كيف جورج والأستاذ طوني والأستاذ سنيتان. طيب اللعبة كالآتي، بداية أبي لها أنتم كلنا نجتمع هنا بالسنتر، لها أنتم عشان بس اوزعكم اذا سمحتوا، اذا تكرمتوا. اودي انهم بسرعه بالله يا بالدور بالدور، اودي انهم يرجعون بالدور. لا لا ابي اقسمهم. اقربوا اقربوا عيال مساعد. استاذ 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 ابيكم معوني مع بعض، معليش معونيني مع بعض، ما هي مشكله يجون. خلاص تعالوا مع بعض، تعالوا عيال سرعه بالله تكفون الوقت. حسين بالله سرعه عيال مساعد بالله تكفون يا استاذ. طيب شوفوا الحين عشان اقسمكم بقول أربعة ثلاثة، كل أربعة يتجمعون مع بعض تمام بشكل سريع. هذه هي براختي. طيب الأستاذ خزور شو اسمه؟ اسمي نقار الخشب. خزور بندر. نقار الخشب. الله أنا جالي شوف أنا اسمك خشمان بندر. خلاص خشمان يلا. طيب أبي الحين رقم خمسة. خمسة تجمعوا عند خمسة عند بعض يلا. خمسة بسرعة. خمسة خمسة شوف ضوره كم عددهم خمسة صح؟ أبي خمسة مع بعض. طيب الحين ضوره خمسة ضوره. بندر طيب بندر أبي بندر ثلاثة بندر ثلاثة ثلاثة سرعة ثلاثة 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 جم ثلاثة ثلاثة حسن ثلاثة حسن يا أخي أنت خبي ساقط في الرياضيات. اثنين 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 واحد يفك خلاص. تعال هنا تعال واحد واحد يجينا او المعاونين. اوكي طيب خلاص الحين اثنين عشان الوقت بعد. خلاص الحين اثنين 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 اثنين. اسم الفعالية ترقيع زد. زين اسمها ايش؟ اسم الفعالية ترقيع زد. ابي ايوه ارجع شوي ايوه ممتاز. طيب ابي الفعاليه اسمها ترقيع زد. الحين ايش قلت انا؟ كل اثنين مع بعض تمام معي عيال؟ خلاص معي. ابي اعطيكم خمس دقائق. خمس دقائق انت يا حاتم انت بعد شوي مع بعض عشان انت يا دحام تلبس علي اللبس اللي تبيه، وانت يا علي تلبس دحام اللبس اللي تبيه. طبعا انتم ترى تيم وانتم تيم وانتم تيم وانتم تيم وانتم تيم وانتم تيم. انتم ثلاثه ما هي مشكله واسطه الشيخ. اغرب ابي اغرب لبس اغرب لبس يدخل علينا وسموا التيم حقكم. اغرب لبس له جائزه قيمه. اصبر اصبر بس قبل نبدا التوقيت بس شيء. اي والله صدق جائزه قيمه صدق، ولكن في شيء مثل ايش؟ ابيك تحط لك فاين تلف على نفسك قصدير تلبس اظافر ملاعق. عندي مشكله عندي مشكله مشكله بسيطه بس. تركب شبه مع ابراهيم صح؟ إيه؟ الله يعينك ابراهيم. تقومك تلقاها بدولابه مره واحده. روح يلا يلا ابدا الوقت خمس دقائق بس اسرع وقت خمس دقائق بسرعه بالله عيال ابي شيء غريب. طيب بما انهم الشعب سوي افهم اسلم لبس البس شيء ايوه هو يلبس خلوه يلبسك بعد هو يلبسك. طيب الحين شوفوا انتم بينكم مشكله؟ لا ما بيننا مشكله. احنا احنا عندنا مشكله مع المنظم نفسه. والله مشكله مشكله مع خضور. مع خضور خضور ما قالنا الفكره كذا منه. خضور خضور انا فكره انا فكره لكن يوم جلسنا على الستيج شطح فكره ثانيه. شوف الله حق شوف انا حتى انصدمت يوم خذ انا صدق اخطي بس عاد وشو تمشي مش الحين قلت كل واحد لبس لا ابي اغرب لبس. هدي لي من حد شكل كل هدي شوي خلاص خلاص اذا كذا لازم اغير بنود التقييم. والله لازم اغير بنود التقييم. انت الحين عاوز كل تيم اثنين 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 ها انا بدي ذاك لبس اشطح لبس
هم يفوزوا. واللي لبسهم حلو ما يفوزوا. ابي اشطح لبس اغرب. عاوزها شطحه لبس. عجيب تقول ايش مسوي؟ يعني زي لبسك ده. لا لبسي زين. لا تذبح. ايش فيك تركض كذا؟ انا لو دخلت محمد خليته. روح تقعد تهتك عزاك اختار. حنا شوف شوف شوف. هذا لبسي ده انا باخذه الاول. حد اخذ دور معاهم. على لبسي ده؟ خلوا يروح الاول. بالجي هو بس لبسه ده بياخذ الاول. احنا نقيمهم راح. بس انا اشوف ان لبسه هذا ما يحتاج تقييم عادي. لا 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 بلبسه ده. يا اخي الصدى يا اخي. انا اشوف لبسك. يا اخي ذكرني لبسك. خذ دور. نواف كانه ربيع. السلام عليك ربيع. ربيع والله ذمه ذمه ربيع. انا عندي ذمه. انا باخذ بعد دقيقه واجي ابخلي المايك معكم يا ثلاثه. تمام ابروح داخل واجي. دقيقه يا ليت تلبس معه. والله اني لابس لبس زين. يلا يلا انت هذا لبسك. ايوه ولا مشارك بالمسابقه معه؟ لا ماني مشارك. انا شاريه بفلوسك. يعني هذا اللبس انت الحين ولا لبسه لف انت الحين كاش؟ لا والله فلوسي. موقع شفتها على كذا شكل واحد كذا قلت هو زين. شفت المجسم ذاك؟ انا اول مره. لا صدق تبي صدق؟ والله الوالده شريت لي. اجل الوالده شريت لي حلو. اللي يحط له في جدار. جدار. تحيه تحيه تحيه. خلاني اندم مني. مع السلامه استاذ خزور. الوقت ما عليك. اقرب اطرف اثنين اطرف اثنين. ازهل 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 ازهل. طيب دخلهم خدور خدور خدور. دخلهم على اثنين عشان ما تصير مطحس. مش اسمك؟ سنيتان. سنيتان. ايش بنود التقييم؟ بنود التقييم على اذا شفت المنظر بالعين حسيت انك دقيقه دقيقه صار كذا المنظر اللي يشعاكم يا ريجي. طيب طيب يجذبك. طيب اول بند اللي هو بند اللي نكتب الهلاقه. الهلاقه وش؟ الهلاقه الهلاقه صح للدرابه اللي يقول لا يقول هيليقي هيليقي. كم درجه الهلاقه عندهم من 10؟ حلو الهلاقه. واللي مهاب زين اتفاقه. لا اللي مهاب زين انا اقول لك شوف الهلاقه اتفاقه. ايش اتفاقه؟ اتفاقه اتفاقه. يا اخي مين متعب انت؟ شو اسمك؟ اشوف جورج. والله جورج. مو جورج انك انت. انت ايش رايك تروح معهم؟ والله لبسك احس انك جاهز ما يحتاج انك. وش اسمي؟ جورج. جورج. زومبي. ما هو عواد من هنا. سميت الهلاقه سمى الخلاقين. الخلاقين زد. لا عادي عادي. اقسم بالله تدري وش اسم الفعاليه؟ ما هي ترى ترقيع زد. اقسم بالله اسمها خلاقين زد. خلاقين. بس انا ضيعت. لا لا خلاقين زد. صدق صدق اقسم بالله. خلاقين عندك. خلاقين اسم الفعاليه يا خلاص. الهلاقة الخلاقين باقي البند الاخير عندك. الاناق. الاناق اذا كان في شيء زين. طيب يا عيال بس الجاهز منكم اللي داخل الغرف الجاهز منكم يقف عند الباب حتى يعني هو يعني هو يا خويه عشان نقول بدينا. الجاهز بس يعطينا اشاره قبل يبدا عشان يعني نوجه له هذه الامور. الحين هم بيجون سواء. لا دخلهم على تيم تيم. ايوه تيم 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 تيم. يدخلون يدخلون المشيه مشيه. ايوه مشيه من هنا الى البوابه ويرجعون. لا خلينا يجلسون يطلعنا اثنين. شوف احنا عارفين المشيه اللبس الجين 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 الجين. ايش بنلبس انا وياك؟ مشيه الزين. شوف يا خضور المشي اللبس الزين يمشون هكا صح؟ هم لا خلهم يمشون كيف لان لبس الخلاقه يمشي كيف يمشي هكا. فعلمهم زومبي ما هو المشي. زومبي هو لبس زومبي. هم كل واحد دخليته. غرفه التقييم. خلاص محتاج هم قسموهم لولا ثلاثه 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 كان. يلا اثنين من ربع بيجون بعد شوي كنا يشوفون. كم تعطيهم؟ اصبر اصبر اعطيهم. بديتوا ارجع ارجع يلا روح. ما لا تشوفون. غمضوا عيونكم. غمضوا عيونكم يا جماعه. غمضوا عيونكم. كيف بقيم؟ كيف غمض عيونكم؟ هل بقيم؟ اصبر اصبر. بيلبسون بيلبسون اللي عندنا ذول. بيلبسون ما خلص. بالله هنيه هنيه لا تروحون هناك. هنيه هنيه لا تروحون هناك. دخلهم على الهلاقه. اتقوا الله. ايش ده؟ طيب عيال اللي برا اللي جهزوا عادي وبياخذ اغراض من داخل يجي ياخذ بس يجلس لا يطلع الا ما نعطيه لسه. اي مالك احنا لا شوف فلازم انت تحط تقييمك وغيره حتى بناء على اللي بعد عادي. كل تيم يعطيك اسم عشان. اي ما عليك انا قلتها. وانتم داخلين تعرفون بالاسم. الله يستر على دوليبنا. بس كم باقي وقت؟ الله يستر. والله اني شلت هم انا بعد. والله اني ارى من بعض ملابس المشكله شاري لي اطقم انا يا عيال ما لبستها الحين. انت البس اطقمك وشارك معاهم. والله يمديك انت يمديك. تصدقون عاد بالله كلهم مجمعين عند درجي. كلهم مجمعين عند درجي. قيل لك انت اطقمك حلاوه. انت اطقمك حلاوه. والله اني كشخه.
بدين جاهزين خلكم جاهزين لا لا خلهم جاهزين خلهم جاهزين ادسوا طيب استريح لا عطى المشي لازم المشي ايوه لازم يستريحون اول شيء ما بدينا ولا يلا يا عيال اللي داخل خلص الوقت صح الوقت ما بقي شيء عندي سبيكر انا بتكلم اتكلم يلا نواف خمس اقل من ثلاث دقائق اقل من ثلاث دقائق باقي دقيقه اقل من والله ثلاث باقي دقيقه بعدها ما راح نستقبل اي فريق دقيقة ما راح نستقبل أي فريق دقيقة المعاونين حقيني ياخذون راحتهم المعاونين حقين كمان انه ما فينا نواف النظام بس معاونين انا وش نواف نواف اول يوم شفتهم كان ابتزار خام يوم انه ما كنا هنا والله ذاتني ما والله ذكروني والله يا شباب اللي داخل اللي داخل يا عيال باقي 50 ثانية سلطان 50 ثانية الجود من الماجود موجود خلوا يمشي خلاص قيم لا 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 خلاص ودي اشكالهم تصير غريبه كذا هم جالسين يلا يا عيال 40 ثانيه 40 39 40 ثانيه الان 38 37 35 قيم هذا اليمين لا ايوه ايوه انتم مو الناس 30 اليسار من الهلاقه 29 اول شيء بسم الله الاسم الكريم لو سمحت حياك الله يا مرحبا هلال اسم الكريم أو كراس ثقيل بسطويسي بسطويسي؟ الله الله حكينا عن الأوتفت أو لا تحكينا الأوتفت لا تحكينا الاسم الكريم أصبر أرفع لي عن رأسي عشان أقدر أهرب إيش اسمك؟ اسمي عبد الفتاح إيش؟ عبد الفتاح لا بقول وش بسرعة أقربها 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 هلا عشان ذي تصير كي أو لا صح أنا أسف أنا عبد اسمي عبد الفتاح أحكيك عبد الفتاح حكينا عن اوتفت عن ويش اوتفت هذا ما هو اوت هذا هذا خارج صندوق المهم انا ايش رايك بالله اسم رايك بالبلوفر ذا تعرفه الواحد يخلص بس عشان نجي فقره يا سلطان 20 ثانيه 20 ثانيه طيب لنا درجه صح لنا درجه لكم لكم درجه اكيد انا بقول طيب يا عيال السلطان الطياره 15 ثانيه الان قدور الطياره 13 الطياره ترى عندي 12 عندي مكان ثاني انا اسف نيتان انا اسف عندي مكان ثاني صار مش 10 يلا 9 8 7 ستاند باي 6 5 4 ستاند باي 3 2 1 ونص واحد الا ثلاث ارباع يلا يلا يا عيال ما هي سالفه يلا يا عيال يلا الله يلا استريح 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 لا 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 لو سمحت عاوزينهم بجلسه واحده عشان تيجي كده دم على كل تيم الحال يلا يا شباب يا شباب لو سمحتوا ارقوا على الطاوله وخلوا كرعانكم على الكرسي حلو يلا البس اي شيء بسرعه ننتظرك برا يلا يا عيال سبيكر بالله يا شباب اللي داخل والله صدق خمس ثواني بالله يا عيال يا ابو رادي خمسه بسرعه البس ننتظرك برا يا عيال بالله يا مني داخل نسيتهم كله النسخه داخل بندر ايوه كلكم زي محمد يلا يا عيال بالله بسرعه ما في وقت والله ما في وقت فوق الطاوله يلا يا رجال يا خضران يلا يا رجال اطلع فوق الطاوله يا برتقال برتقال لا يا سرايا يا بلاتك تكفون صراحه والله ما بقي لي 5 دقائق على الاذان نبي خلاص تكفون يلا يا عيال يلا تكفون يلا يا عيال يا عيال يا بالله ما بقي لي يمكن 3 ثواني تكفون والله خلصوا تكفون يلا دولابك موجود معاه والله في ناس بس مدري مين انا الحمد لله دولابي مو موجود يا بسطويس على الكرسي تكوني ها تكوني كذي يا حسين ذكرتني اللي بطاش مطاش يقول انا اللي ما تعني يا حبيبي وانا اللي عرفته انا اللي عذبني حبيبي وانا اللي حيرقني
عسى الله يا خضور خضور ما على الطاولة على الطاولة يا حبيبي أهلين أهلين يا عمدي الله الله على المشهد اللائق استريحوا والله اني اقول لك والله يا شباب يؤسفني يؤسفني اقول لكم انكم انتم اول شيء اخذتوا خصم بظهور بمشهد غير لائق صح والله انا ما توقعتهم كذا والله يا لبسك ده روح صف معهم والله لبسك انت نخيس من لبسي لا تخليني ادور عليك يا حاتم هنا واصك معهم حتى لابس الله صف معهم صف معهم جاي هذي اللي جت من هذي ها وصف أري يا يا بندر 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 خالد يمية بندر بندر ها نقف في غرفة المزرعه هناك هلا نقف في غرفة المزرعه هناك حلوين واحد اثنين ترقي مري واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة خلوا أنا عارف أنا عارف إن جاك الحين تأنيب الضمير كيف شكلي خلي أنا بدي أتمنى بي بدي بي بيجيكوا كلام بيجيكوا والله جبت العودين حقي تعال نواف 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 خلوا مع بعض والله عشان كلكم هنا هنا وقفوا كلكم هنا وقف هنا اسحب اشتغل بداري يا اخي استعجل لك والشباب خل عشان تجي كذا بوف على طول اي خلينا بعض لا مو على تقييم اول شيء شكرا لكم صح انكم تاخرتوا لكن اشكالكم فظيعه جدا سؤال بس يطرح نفسه انا ودي اسال في خاطري من اول من قبل لا تبدا المسابقه راضين عن انفسكم صدق ايش الوعد بعد 6 سنين وانا نبدا ابتدائي وشوف شكلك كذا نبدا بالتيم اول تيم ايش اول شيء جود هذه لو سمحتم لو سمحتم يا عبد الله الكاش خلي الله يمسك الكوت كذا فك الجاكيت فك الجاكيت لا تخجل فك الجاكيت ايوه يا شباب ترى اليوتيوب ما راح تروحون هناك وترجعون تجون هذه راح تكون ثابته انتم معايا طيب يلا اذا دقيقه انا اقول يا شباب استعمل كود BD1 واحصل على خصم إضافي عند شرائك من متاجر شركاء برنامج زد رصيدك. المهم يا الربع يوم الايام كنت كاشت الحال في شمال حال ولا ولقى لكم نوري من بيت اثاريها ابو فانوس كل ما قربت منه يبعد اقرب يبعد اقرب يبعد لين لقيت نفسي في نقطة الرياض ولا اخذ لك الثانية يوم الايام قاعد في البيت طفشان ما اعرف شو اسوي قلت بمسك خط القصيم برجول بطلق رجول من الرياض لين القصيم بساعة ومن القصيم لين حايل ب 45 دقيقة قلت خلاص برجع البيت ومن الحايل لين الرياض مية اسلم لي يا عيال بالله اسمع السالفه ذي توني متذكرها بالله يا عيال
مع قطرة خير. توصيل المياه إلى مساجد مكة المكرمة صار أسهل. اطلب الآن واترك الباقي علينا. حيكم حيكم. اسمع أبو بسمة وش كتب في البريق الذكي من كاميكسا. فنان كيف الذي أنتج بريق مطور ولا تفكر. كاميكسا تجمع في ذا المنتج شاهي وكرف تقدروا أكثر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وقال: تصدق ولا بشكتم. وقال الله سبحانه وتعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. عندكم جمعية تعروى الخيرية وقف الرحمة تدعوكم إلى التبرع بما تجود في أنفسكم. فوالله لن يضيع شيء عند الله سبحانه وتعالى. إذا تبغى النجاح وتبغى التوفيق وتبغى السعادة في الدنيا وفي الآخرة فعليك بالتبرع بما تجود في نفسك. ندعوك إلى خير أمامكم، فلا تبخل على نفسك وعلى أهلك وعلى أولادك. جمعية عروة الخيرية وقف الرحمة، هذه الجمعية متخصصة في الأيتام. على جزء من غالي من أبنائنا وأبناء وطننا، هم في حاجة ماسة إلى فزعتكم. وإذا ما فزعنا لهم وقمنا معهم ينتظرون مين؟ تكفون يا أخواننا ويا أحبابنا ويا بناتنا ويا أولادنا ويا كل من يحب عمل الخير. هذا عمل خير إن شاء الله تلقونه سعادته في الدنيا ويبقى لكم إن شاء الله إلى أن تقوم القيامة. أنا أوصيكم وأوصي نفسي والمسألة يا طوال العمار بقدر ما تستطيع، ولكن يقول اليد العليا خير من اليد السفلى. استعمل كود BD1 واحصل على خصم إضافي عند شرائك من متاجر شركاء برنامج زد رصيدك. صقر لا صقر لا صقر لا صقر لا ارجع ولك صقر لا دورك 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 روح دورك خلاص انت لكم تموتين شو اسمك يلا 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 تريحوا طيب نبدا اشرب صوت 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 صدى صدى بالله يا شباب 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 بالله شباب شباب يا سلطان يا شباب بالله عشان اخوياك باخر شيء يلا استريح تيم ايش البومباي البومباي يلا خليه تفضلونا لا تجي من بابا بغى يجيب فيها العيد ما هو جاي يا اخي ما هو جاي خلاص بغى يجيب فيها العيد ادري انا ادري لا خلاص يلا تيم المومباي لا 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 ذول يا عيال اعطوهم صفر لا 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 صفر من صفر نقيم على الصوت بعد على الصوت اعطني الصوت وانت تمشي تيمك سايق تشبب هناك ايوه صح هنا وقف اعطني كنترول انا يا كنترول الاسم الكريم والله العظيم الاسم الكريم صفر يا صفر ونعم عثمان ونعم ها قديتوا يلا فلتوا تفضلوا فلتوا تفضلوا خلصوا 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 نسوي التخفيف يلا مين الافضل دقيقه قيم طيب اصبر 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 خلاص خلاص اصبر ابغى اوريك ابغى اوريك عطني 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 درجه اول فريق دقيقه لحظه افكار خلاص خلاص يا ابو ابو قماه بس والله كانكم سيرين في العصر بس يلا حركه واحده يا ابو قماه بنعلن الفائز دقيقة يلا دقيقة دقيقة خل أسف خل أسف يلا والله بسرعة عشان الوقت 7 زائد 8 عشان الوقت ولا كم ها انت عندك 15 اجلس 15 معنا عزيمة لكم انتوا لجنة التحكيم ها انا اخويا مدحت عندنا اليوم تويس صغير تم تم ان شاء الله كاودكم ها انت
وطيعنا وطيع شو والله إن ما ودنا نكثر شباب ما ودكم تكثرون شيء شباب ما ود يعني والله لو تكثر شوي تمدري يمكن تيه تلقى فاتو والله والله شيء شباب في ذمتي تم موز 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 تم طعمه موز تم تم بيض الله وجه تم 12 أيوة ستة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استو استقيم واعتدل الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه مال وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم السلام منك السلام تبارك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد له كل شيء قدير. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله
بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا موفقين. اليوم فيه وقف متاح الحي، وقف أروى الأيتام. والله سبحانه وتعالى يعني حثنا على الإنفاق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الصدقة فضلها عظيم، وما فيه حقيقة يعني أعظم أن تكون مع اليتيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين. فالموفق من يوفقه الله سبحانه وتعالى البذل والعطاء. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من الموفقين. السلام عليكم. أحبابنا، أقف الآن بأرض وقف الرحماء. هذه الأرض تنتظر مساهمتكم، تنتظر تبرعكم. لماذا؟ لأن وقف في سبيل الله يعود ريعه على الفقراء والأيتام والأرامل والمساكين. ومن الذي بدأ بالوقف بعد النبي صلى الله عليه وسلم وله اسم إلى الآن؟ عثمان بن عفان. لا زال وقفه مستمر إلى الآن في ميزان الحسنات. ألا تريد أن تفتح لك صحف الحسنات ويبقى أجرك مستمرا في حياتك وبعد موتك؟ تريد تبر والديك برا عظيما؟ أوقف لوالديك، أوقف لأسرتك، ولهذا سوف تجد أثر هذا الوقف: زيادة في الأجر، زيادة في الرزق، سعة في الصدر، رحمة من أرحم الراحمين. يوم تفريج الكربات، يوم العرض الأكبر، يفرج الله كربتك، لأنك فرجت عن مريض ويتيم ومكروب وأرملة ومسكين ومحتاج، الله يفرج عنك. وأسأل الله أن كل من ساهم وتبرع في هذه الأرض التي تنتظر كما ترون دعمكم وسخاءكم وبذلكم أن يكون في ميزان حسناتكم ويتقبل منه ومنكم. وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. التوفير هل لهلالة بتخفيضات كبرى من السيف جاليري وخصومات مغرية من 30% حتى 70% في جميع الفروع والمتجر الإلكتروني. السيف جاليري، حياكم. شركة حذاقة للمحاماة لخدمتكم وتولي قضاياكم في الاستشارات القانونية والعقود السنوية وكافة الشؤون القانونية من معاملات تجارية أو عامة أو جزائية أو عمالية أو تنفيذ أو إدارية، ومتخصصون في قضايا التحكيم. الله يشوف. بس ما شاء الله عليك، انت ترقد عقب والله. والله يا ابو مشبب، اني بعض الاحيان اقعد للفجر، عرفت؟ بس شوف، اذا يطول عمر السلامه نمت بدل الركعتين ونمت وصحيت على الفجر، صحيت قبل الشروق وصليت وزدت رقدت. والله اني اصحى الظهر نشيط نشيط صدق، وزيد اكمل للعصر. اذا مشى النظام كذا والمزاج رايق والامور تمام، صدق بدايات البرنامج ارقد ساعه كم؟ ارقد ساعه 8 9. لا اله الا الله، مستحيل اتعب انا. ما اقوم اصلي الظهر اعود ارقد مره ما يعني مطبخي وتشوفني مطبخ قام كذا، ما احب. تدري ليه؟ لاني انا متعود في الوادي وهناك متعود على السهر. السهر تراها اقعد في الاستراحه لين تدري ايش السبب؟ ولا عاد احس بالايام العطاله. صدقت بس يا الانسان، شوف اذا ما عدلت جدولك روتينك واهتميت بوضعك، الله ان تقطع على غريبك الايام محشوم من اسمه. والله العظيم صدقت، والله لا استسلم كذا ودخلك الفراغ والملل اذا ما سويت لك جدول روتين. اي والله روتين. اذا ما نمت قول صلي الفجر وارقد. والله العظيم بعض الاحيان ولا تهتم، لا تشي، لا 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 تحمل نفسك، ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا. بعض الاحيان يا ابو عثمان والله اني اكره الثوب اللي عليك، ما ادري ما خلاص نفسيتي في خشم. لا تمر الدبانه حطيتها، شوف ترى كلها اني ارقد الساعه 8
تدري ايش اشياء النومه اللي ارقد الظهر وما اخلي هذه اللي ما انا مريت فيها. شو شو اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اي احد في الحياه ترى بالذات في السن هذا مرحله تغيير الحياه، مرحله تحديد المسار، تحديد الوجهه، تحديد الهدف، الوصول للمستقبل اللي تسعى له، هذه مراحل صعبه تمر. يعني خلنا نتكلم بصريح العباره، طفره، مزاج، تقلبات، امور دنيا، يعني يمكن تطرد الرزق، تطلع من بيتكم، تستقل بنفسك، يعني مصاريف، امور، يصير كل يرقب منك منتوج. نعم هذه تراها مراحل صعبه، لكن استعن بالله. خص والديك يا ايوه ايوه اكيد اكيد، والديك واخوانك ومن حولك، عرفت؟ نعم الرجال ترى حمل يا ولد. نعم يقول الرجل يبغى منه في بعض الاحوال، يقول الحمره لا شك تلقى عشاها، ولا الرجل يبغى منها بعض الاحوال، يعني ما هو بس اكل وقوت، عرفت؟ لازم الرجال يبدي بوجهه وكذا. فالشاهد في الموضوع ان يا طويل العمر والسلام لا تستسلم حتى لو ضاقت، خلى ملك بالله ولا تحرق نفسك. كيف لا تحرق نفسك؟ لا فطب نفسا اذا وقع القضاء. كيف لا تحرق نفسك؟ لا تحرق نفسك يعني تقول انا ليش وضعي كذا؟ انا كيف اموري؟ انا جزع نفسك، تلوم على نفسك. نفس اللوام اقسم بها الله سبحانه وتعالى. عرفت؟ انا يا طويل العمر اول ما تخرجت من الثانوي، يمكن تقول تخرجت من الثانوي عام 37 حلو؟ قدمت على الجامعة. يوم قدمت على الجامعة أول ترم ما قبلوني، قبلوني ثاني ترم. ودخلت تقنية. الترم الأول على نجاة الترم الثاني، أول كان فيه نظام تدخل تقنية تدخل جامعة، الحين لا خلاص مالك إلا يا تقنية يا جامعة. أنا وش سويت؟ دخلت التقنية لين يجيني الجامعة. سلام الله حي. الله يبيك. جاتني الجامعة يا طويل العمر، بكمل الترم الثاني. دخلت تقنية ومشيت فيها هذا عقب ما عودت، ودخلت الجامعة حذفت التقنية. جلست في التقنية الجامعة تقريبا سنة. واللي يلعب فيني ابو عثمان ولي هون ابو علي ولا تصغر الكورة. كنت معطيها كنت يا ابو عثمان معطيها اهتمامي كامل يا ولد، ما اخذت حياتي كلها الكوره. فرط في الدراسه اسلم، هذه من الملهيات يا ولد، خليتها ملهيات ما خليتها موضوع. الهتني يا ولد بشكل غير طبيعي، العصر العب كوره والله، لدرجه اني العب عصر والعب الساعه 10 الليل، العب العصر في النادي. كملت الجامعه ولا بيجيك العلم؟ العب في العصر مع النادي، باجي الساعه 10 الليل رحت العب مع عيالنا في الملعب، نستاجر ناخذ ولا ارقد الا اخر الليل. محاضرات الساعة 8 دي مرة سيفو ما نبغى أحضر. جاتني حرمة، جاتني حذفت الجامعة وخلتها عقب سنة. جلست لي سنة تقريبا عاطل كورة، حياتي كورة ماشي. عندي شوي كذا محلات مع أخوي عشان تمشي أموري، بس ما توفي الغرض. لا لا أمشي أموري مع أخوي نفرج عشان ونفرج عشان المصاريف عشان عقب السنة يا ولد مع وأنا أقدم على وظائف ما قبلت. قلت يا ولد أنا جيت كذا خلني أعود تقنية حتى أكملها وأدرس تقنية، وأجلس يمكن سنة ونص وكورة والله يا رجل ما لعب فيني إلا الكورة، لأني معطيها اهتمام أوليتي كاملة. يوم كنت في الصحاري خطوة وأكبر خطوة والله، يشوف حاجتين لا تبديها صحيح. الصلاة والدراسة. دراسة أنا طول عمر السلام حياتك. أنا تخرجت قانون جي جدا مرتفع الحمد لله، يعني وضعي ويعني عندي المام بالنظام وكذا وها. وثلاث سنوات أطرد الوظيفة بشكل عجيب، بشكل عجيب يعني. وما تخرجت؟ أي والله يعني أطرد الوظيفة والديبة، ويوم تشوف الناس وكذا أكيد الإنسان يعني يطمح ويسعى وها. بس يعني من الشرق للشمال ومقابلات وكل ما رحت، وظائف كثيرة حكومية
اوصل الى القبول المبدئي ويصفون يصفون المقابلات الشخصيه واعجاب سبحان الله ما في نصيب اللي ما يكتب عسر والله اللي ما يكتب عسر ثلاث سنوات اي والله ثلاث سنوات لك ثلاث سنوات الحين لا لي خمس سنوات انا داخل في السادسه ما شاء الله نفس الخدمه حياك الله مرحبا فالشاهد في الموضوع قال للوالد الله يطول في عمره وانا ابوك بس صلح علاقتك مع الله حتى يوم اقول له والله العظيم يوم اجي عندي واقول له قال قول ان شاء الله لا تهمل في الناس لا ما وانا ابوك اللي بيكتبها الله لك خل بس تعلق بالله نعم تعلق بالله سبحانه وتعالى ما هو بالاشخاص ولا هو بالكلام اللي يقولونه ولا هو بالمعدل ولا هو بجهودك وفعلا والله يا عيال ولا كل هرج بيمين يوم اني فوضت الامر لله سبحانه وتعالى يا رجل اللهم لك الحمد والله الحال انها تبدل والامور جات امور ما كانت في الحسبان من دون وظيفه دخل من هنا شيء من هنا بيع من هنا تيسير من هنا سعه من هنا بركه من هنا سبحان الله الى هذا الوصول ونحمد الله شوف الانسان ترى اذا فوض امره لله سبحان اول شيء يقطع الاسباب الناس بيقول مثلا فلان ولا الفلانيه ولا هذا ولا ما اعرف ولا علاقه وخل وفوضها لله سبحانه وتعالى الله يا رب شوف والله انا الحين في مشكله يا اخوان ايش انا جاي وانتم حازم ظفر شو بالسعد هاو اليوم خير يا بني عمنا سلمت الله يرحم والديكم انا جاي بالصندوق حق التبرعات انا اللي اربع برايمات وانا اقلط في البرايم شرب شرب الدراهم في النبي ما حد يتعذر اليوم فينا قبل انه مني جايب الصندوق حق التبرعات ولا عاد الا بصركم الحق الحظ معوكس انت صليتوا على النبي لا عكس الحظ لا تعكسون يا اخويا والله الفلوس اللي معي يا ابو وعادي اني ودعتها مع ركامي ملحي ولا كان في مساعدك اقول لك شفت موضوع الحظ سلام والله يا ما خل انت بتخل الموضوع حالحظ لا لا والله اني بتكلم ودنا نطلع انا عندي الموضوع ازعل الدراهم اللي في الدولاب عسى الدنيا في دم واطيك واضي كم معك رصيديه وغيرها والله على ما ابغى واضي لا انا ابغى الرصيد ابشر بالسعد مره والله تحوقها من الدولاب واعطيها ما ابغى انقذ تكفي ابو عثمان يا ابن نزهه يا ابو محمد مره إيه انت شوف لا تذم ما ذم حظي الحمد لله على قضاء الله وقدره لكن اطلب منكم الفزعه خلاص هذه ترى الرجال قال اودعتها كلها قول ادق على ابو ملهي ذا الحين دق عليه بالجوال اللي معك ولا اللي مع الرجال ذا وخلي ابو ملهي يجي و انت صليت على النبي اللهم صل على رسول لك مني اسق وجهي عند الري يجي واطلعك منه مني ايش بعد تبي؟ ويض الله وجهك ايه والله وافي وافي مرحبا كلم ابو سلطان ولا ابو نايف انه مني يزعل والله مالك الا العلوم اللي تبيها والله ما تهزع فيه يمكن حتى انا ممكن تمونس العافيه تمونس الخير ولا حولك رصيد يضرب والنمنه ما هو يؤثر فيك هو البرايم الله يكتب لي خير خير الله يرزقنا وياك اللهم امين طيب خلنا نشوف ما ابى شيء اقرب اقرب يا ما ابى شيء ما ابى شيء خلنا نروح يا والي اللي تكسر ما عندكم شيء انتم ليه يا ممكن تقول صقر يا ابو عثمان يا ممكن تقول الصلاه انا تدري ايش مشكلتي كنت يا طويل العمر اخر الصلاه تاخير الصلاه واللي انا اصلي اللهم لك الحمد ماني بالها افوتها لي خال اسمه مترك خواني داعيه لها فوق أكثر من 30 سنة يطلع الخارج يدعو للإسلام أسلم علي ده كثير رأس واجد وكنت أخر الصلاة فجر أصلي ثمان الظهر مع العصر هذا عمود الدين ما فيها شفت أنت إي والله يا أبو عثمان والله ما لقيت ما لقيت خل التوفيق إن شاء الله أن الله موفقني لكن الحاجة اللي تجيني في وقتها تجيني في وقتها أول كنت أخرها آخر الصلاة تتأخر الحياة كل شيء ترى تدري كم لي متملك لي الحين دارت السنة ثالثة دارت السنة لي سنة ذا الحين تميت سنة وأنا متملك ولا بعد عرست لكن اللي أخر عرسي هو البرنامج
لا تأخير الصلاة هو اللي أكيد أكيد في بداياتي كلها من الكورة والله العظيم. شوف أقول ربي يفكك منها، لا من دراسة ولا من صلاة ولا كورة. إي والله لا شوف كورة زانة لكن خلي لك هدف. شوف أنت اختار لك ربي الخير، اختارك يا عيال الخير. يا عيال ناصر يا أبو صقر يا علي يا أبو سلام ورحمة الله يا أبو علي تعال نبغى علومك. ارحب يا ابو سعيد. يا هلا يا ابو عثمان. يلا حي الله حي حالك. والله بس الله يبيك. الومك حالك ابو. الله يبيك طيبك طيبي. علومكم زينه والله بيساعدك دائما الله يجمعكم يا ثني ما تكون تعطونا من الشيء. والله احنا نبغى علوم ابو سعيد وعلوم ابو ناصر. طيب تعال نبغى علوم. نعطي اوراق ابغى القصيده اللي سوقت لها ذاك اليوم ولا الله كتب ولا الله كتب رجاع على وجه عز الله ابيات عز الله ابيات خلاص يا ناصر يا قمر نعطيها اوراق بس فلوس يا وليست اوراق الشخصي الرجال زين يقول الرجل لا لا دقيقه وطي الكرتون ضبط امورك اي والله والكرتون هذا حيله حيله اضراب سمعني شايف اخ والله اي والله حيله اخذ من ذلك الكديه يهدي العصا صلوا على النبي يقولوا لا اله الا الله حذف حذف كرتونك ما عليه الدنيا ما عندها الحين خلاص قال الامور طيبه بيض الله وجهك وجهك ابيض يا رجال نقاط الدنيا يا رجال حندور ان شاء الله في اشكركم مرسمين انا ببدله يقول يا رجال روح بدله وصلت على النبي والله ولد جالسه بتجي رسميه اجل ايه فيها عشان اخذ اروح عشان الرجال قد سوق لي الرجال والله ما كفحها تسلم النومني لا كفح حظك نعم يقول احفظت من وجهك ولا تبحث خفاك هاك لو شفت بقعة داقله معك الريع الله ولا تعطيه الهيم مودتك وجفاك خله على مقيل في الحدبة يضيع يضيع ولا تامن اصحابك ولو وقتك حداك لو ذقت من برد الزمهرير الصقيع يمكن مع الايام يصحون عداك ويلوي ذراعك قد مرام الجميع الله يا سلام يا سلام الله صح لسانك الله يصح لسانك ارحب يا ابو سعيد يلا حي ما شاء الله على هذا الولد يا ولد عطني زينه ومن مندمج في الريالتي يا بيض الله وجهه غازي الجمل من الشعراء المعروفين غازي الجمل منيات على ما اعتقد انه جزائري الله 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 نعم صحيح قف شامخا ايه لا تنكسر قف شامخا لا تنكسر ايوه لا صح قف تاخذها قف شامخا مثل الماء هذه نطول اوه اللي جال زهايمر من الغيبوبه هذا غازي الجمل من الشعراء المعروفين ويكتب الشعر الفصيح لكن له قصيده حفظتها منها يومه يقول قف شامخا مثل المآذن طولا الله وابعث رصاص كوابل سجيلا الله مزق به زمر الطغاء تأذقهم طعم المنون على يدي جبريل الله أكبر فليحرقوا كل النخيل بساحنا سنطل من فوق النخيل نخيلا وليهدموا كل المآذن وليهدموا كل المآذن كلها نحن المآذن فاسمعوا التهليل الله نحن الذين إذا ولدنا بكرة كنا على ظهر الخيول أصيلا الله أكبر إن الأعز محمد وجوده الله صلي الله أكبر ناصر اللهم صلي شوف يا أبو إيه بس أنا ألقى القصيدة وانت تقول الله كذا الله أسلم هذه أنا اللي قايلها والله يا أبي ناصر ما علها وابشر ما خلف ما نتفاعل مع النص أعيد يعني علها وابشر تفاعل إذا انتهيت من النص عرفت الله إنها هذه فعلتي الا سمعت الشيء اللي يطرب والله من طيب راسك والله ما عليك زود لان كلام اسلم لكن روح ابشر تدري الله خير واجد عطره واجد اي مثل اللهم صل على رسول الله شوف الشعر الشعر الفصيح هذا هو اللي فيه جوده المبنى وبلاغه المعنى والجزاله اللي ترى ما في كلام انتم رسمين وانا يا رجال ارسم من بعضنا بعض ما راح ارسم وجهي يا مشبب عرفت هذه الجزاله زي عندك جرير ما جرير تعداهم تعدى الفرزدق والاخطل بيش والله كنت يا طريق تفضلي تمام كيف تعداهم بالجزالة
ما عنده الغريب وما عنده التكلف والتفخيم. له قصيدة في الحجاج بن يوسف، الله أكبر، يقول: هاج الهوى، هاج الهوى لفؤادك المهتاج، فانظر بتوضح باكر الأحداج، ليت الغراب غداه ينعب بالنوى، كان الغراب مقطع الأوتاج. ليت الغراب غداه ينعب بالنوى، كان الغراب مقطع الأوداج، إن الغراب بما كرهت لمولع بنوى الأحبة دائما التشحاج. ولقد علمت بأن سرك عندنا بين الجوانح واثق واثق الأشراج، لأن يروح فيها طويلة، يقول فيها: هذا هون، هذا هون شغف الفؤاد مبرحا ونوى انتقاد فغير ذات خلاج. ولقد رمينك ينظر من خلف الستور سواجيا، المهم الآن يقول: وبمنطق شغف الفؤاد كأنه عسل يجدن به بغير مزاج، إن ابن يوسف فاعلموا وتيقنوا ماضي البصيرة واضح المنهاج. يا ربنا كث بيعتين تركته وخضاب لحيته دم الأوداج، يا ربنا كث بيعتين تركته وخضاب لحيته دم الأوداج. ولقد كسرت سنان كل منافق ولقد حفظت حقائب الحجاج. يطول من كذا كلام كلام. شوف الجزائري هذا ايش اسمه، الجمل، غازي الجمل، غازي الجمل. انا شفت له المقطع ذا يوم هو في العنايه، صحيح، وكان هم يرددونها عليه والرجال كان يكمل. قلت من هذا الشاعر؟ خلني ادخل يا رجال. لا شيء شيء شيء، الله عالم يا اخي، منظومه شعريه عجيب. شامخا مثل المآدني طولا وبعث رصاصك وابلا سجيلا. الله، اوكي، كان يقول خامس. كانوا يعطون هالبيت الاول ويكمله والرجال في غيبوبه. هذا اللي يقولون ذكر هذا البيت، القصيده من القصايده كلها، صح. رجال دخل في غيبوبه، هذا اللي سمعته. دخلت على الدواوين حقته والقصايد اللي كتبها، يا رجل هذا ايقونه ذهبيه. الى بغيت العربي حاليا في زمننا هذا، في زمننا هذا فصيح. ما ادري هل هو الى الان حي. ترى في شعار فصيح بس ما هم ظاهرين الان، صار الظهور في ابراهيم حمدان. لا لا، اللهم صل على رسول الله النبطي. اه بس شوف شعراء الفصحى الاولين ما عاد حد بجاي مثله. والله اعلم. لا مستحيل، عرفت يعني؟ ان شاء الله مصدق. عندك جرير، عندك المتنبي، عندك عندك ايش اسمه الخنساء، عندك ابي فراس الحمداني. لا شيء لا شيء عندك. والله يا رجاجيل يعني كلهم في كفه. انا افضل عندك المهلهل. عندك نعم اخي، شوف هذول شعراء الطبقه الاولى. المتنبي لا اله الا الله شيء شيء شيء، ترى شعرهم يلامس. هذه شفت اراك عصي، اراك عصي الدم شيمتك الصبر، أمال الهوى نحن عليك ولا أمر. بلى أنا عاشق وفيني صبابة ولكن مثلي لا إباح له سر. هذا أبو فراس الحمداني، تخيل أنه يقولها وهو في سجون الروم. تخيل: بلى مشتاق وفيني صبابة ولكن مثلي لا إباح له سر. الله أكبر. الشاعر علي بن الجهم من شعراء، فيها رواية ثانية كمان يقول: بلى أنا مشتاق وفيني لوعة، أي صح، ولكن مثلي لا يذاع له سر. الشاعر، الشاعر علي بن الجهم له أبيات تكتب بماء الذهب، وهي توسل للخليفة. في ناس وشوا عليه وعند الخليفة وقالوا أنه سبكم يا بن العباس، قالوا سجنوا. قال نحن غنوا بها الناس سجن سجن، وصلها الخبر في السجن. قالوا: حبست فقلت ليس بضائري حبسي، وأي مهند لا يغمد والشمس لولا أرحب. يا مرحبا يا ابو عبد الرحمن. قلت عزمن. ما هي لغه الجن؟ كيف يتكلمون الجن بينهم؟ بس نورد هذه وبعدين احل لك الموضوع عند جن. احنا في شعراء كيف جات خاطري جاني دلحين. جات كلها. لا كمل كمل. قالوا: حبست فقلت ليس بضائري حبسي، واي مهند لا يغمد والشمس لولا انها لم تحتجب عن ناظريك لما أضاء الفرقد، والنار في أحجارها مخبوءة لا تصطلي إلا تثرها الأزند.
لو لم يكن في السجن إلا أنه لا تستذلك بالحجاب الأعبد. كم من عليل قد تخطاه الردى ونجا فمات طبيبه والعود. لا يؤسنك من تفرج كربة خطب رماك به الزمان الأنكد. صبرا فإن اليوم يعقبه غدا ويد الخليفة لا تطاولها يد. أنتم بني عم النبي محمد أولى بما شرع النبي محمد. الله أكبر. بكى المتوكل بالله. لو لم يكن في السجن أن إلا أنه لا تستدلك بالحجاب الأعبد. أنه إيه؟ أي لو لم يكن في السجن إلا أنه لا تستدلك بالحجاب الأعبد. بيتا يجدد للكريم كرامة ويزور فيه ولا يزار ويحمد. عرفت الناس يزورونك يعني شوف شوف شوف, شوف الاستنباط. لا لو لم يكن في السجن إلا أنه لا تستدلك بالحجاب الأعبد. بيتا يجدد للكريم كرامة ويزار فيه ولا يزور ويحمد. لا يؤسنك شوف الكلام. لا يؤسنك من تفرج كربة خطب رماك به الزمان الأنكد. صبرا كم من عليل قد تخطاه الردع ونجا فمات طبيبه والعود. صبرا فإن اليوم يعقبه غدا ويد الخليفة لا تطاولها يد. أنتم بني عم النبي محمد. شوف شوف المدح يا أخي كيف. أنتم بني عم. اللهم صل وسلم بارك على محمد. أنتم بني عم النبي محمد أولى بما شرع النبي محمد. الله أكبر. بكى المتوكل بالله. بكى وأبكى الناس معه. قال أعطوني علي من الجهة. أم الله وسلم وفكه. شوف الشيء أنا بروح أجلس. طيب هذا زي ما بدي وأنا أعلم. لغة الجن. وش هي لغة الجن؟ حيلك والله على الأخوة الكرام أنا من بعدهم. الله حمّا حمّا. كيف تخاطبهم؟ ما بعد تكلمت يا دحّا؟ دق علي أعطيته مشروب. أنت علي؟ ها؟ لا تسألوا عن لغة الأشياء الجن. أنت لغة الحب. لا عاد. إيش؟ لغة الحب. إيش؟ ما وش بيفيد؟ لغة الحب. أنت عندك. والله أنا أظن هم يتكلمون مثل البشر. نعم. لا. نعم. اللغة العربية. لأن فيه. لغة الجن ما حد يعرفها يا رب. ذكرت لا ذكرت في القرآن. أوحي لي أنه استمع لهم من الجن. نعم. قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. إيه. يهدي إلى الرشد فآمنا. نعم. عرفت شوف الكلام. والسلام. عندك. ما وش عندك من الجن؟ لغة الجن يا الرابع لغة غريبة. ما تعرفها يا دحام؟ صادق أنت ولا تقدر. لا تكلم جد. لغة الجن ما تعرف كيف يتواصلون بينهم؟ شعر. ها؟ شعر. أنا اللي أذكره ما هو شعر. سجع. السجع صحيح. طيب السجع نوع من أنواع إيش؟ السجع في الخطابة. إيه في الخطابة مو شرط إنه شعر. لا. من الشعر الفصيح. أنا دق علي يوم صار رجع. شعر بس سعد وأنا أبو عثمان. دقن علي. تم. السلام عليكم كم باقي لك؟ إيه. والله مطولين في زد رصيدك بكره نجان الله سبحانه اذا نجان الله من نومني بين التواصل دق عليك قلت لك اعطيته مشروع ها انت ترك معنا يمكن ابغى يعلم لي انا وياك يقولون جاك الخبر من ذاك يقولون ان تكلم دور قد صحت من طير الجن ليتني اعطيته بلوك امتنعت منعت عمري نفشت بروح يا في شيء كان عند العرب الهاتف كان عند العرب الهاتف اللي هو صوت تسمعه ولا تشوف شيء يعني من الهواتف اللي 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 حدثت في مكة ويعني سجلها التاريخ ان ان حرب بن أمية ابو سفيان توفي صلى الله ف دخولية سمع حسنا والله فسمع خلى الموضوع ياخذ مجراه 3 2 1 ستاند باي ستاند باي ستاند باي والله اني صادق ها خلاص صادق قال هو رسول ها ستاند باي ستاند باي استغفر الله استغفر الله والله يا شباب ريالتي 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 الشباب كلهم ريالتي حتى لكن ترى ودني ما رحت ليه لا لا يا رجال ريالتي الهاتف ذكر الها... وقبر حرب في مكان قفر وليس قبر وليس بقرب حرب مكان قبر هذا الهاتف اللي ينادى ايوه هاتف وقبر حرب في مكان قفر وليس قرب حرب قبر ف يعني ارتابت قريش وظنهم لقيوا قبر الرجال متوفي فقال المصباح صاحب المصباح لا هذاك هذاك ابو فانوس الغول
وين ابو سعيد؟ الشهور بجيكم يدق عليك الرجال؟ ايه يمكن نفسك ابو فانوس طلع حق ابو سعيد ابو نويره ابغاه شو يطلع في البرق اللي كبس لك ايوه ايش يسمونه؟ احنا عندنا نسميه ابو نويره انه طلع لك سمونا الفانوس ابغى علومك كلنا نسولف نهري من رايح؟ يلا يمكن ندش والله كان صلاة النبي ما اللي حدث له شيء هاي قال ايوه يوم كنت في مره الله يا تفطر يا قلت قلت لك انا كلام عارف عارف عام 1401 حاتم الفرج يحسسني اني عايش ماراثون في عام 1401 الشاشه ابيض واسود ترى يتابعونكم برا بس الشاشه اليوم جابوها اي ناس امس كذا تحس ان حاتم شيء انجاز دراسي بس ذي مكان نفس كذا الا المشكله وين وين اخبل عاد الا زعلان الا المشكلة غمز و احنا برني يبدأ يخل اليوم يا عيال لازم تقتنعون الفكرة وش ان حنا ايه وانتم ايه حنا ايه وانتم حنا تحط هنا دائم كيمستري ايوه بس عددنا اكثر من عددكم ما في ناس بيطلعون برا ما عددنا اكثر من عددكم حنا اللي عددنا اكثر من عددك لا احنا ثقلنا اكثر ثقلنا ما في ثقل الا عندنا عايد كم وزنه عايد معه مشكله حمد معه لا حمد معنا من عندنا كل الشباب معنا عندنا ناصر قماش ما عندك من ناصر قماش بقي انتم كلكم عندنا ماجد وبندر لا ما يجون ولا خمسة كيلو لا اليابسي معنا ماجد وبندر وانت ثلاثة كيلو كل واحد كيلو 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 لا اكثر انت اكثر يمكن كيلو ونص عشان شعرك حلوه تقول عاد تقول هذا اليوم ايش قلت لك اول موضوع خاص بيني وبينه يروح يصرح على الهواء اول ايش قلت لك ترقبوا بكره لا 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 متى لا لا تاكو انا مسر انا قال لحد يدري صدق خلل خلك كذا يعني يصدمون منك طب واذا ما حد درى حاتم الطاوله كسرتها وين والله ما كسرت الطاوله يا رجال صدق وين ركبوها انا وقفت فوق الطاوله شفت كيف سويت كيف سويت بلا سويت سوي مره ثانيه علمني تكو لا فكني انا طالب كنت تسوي لاني انا ما شفت ترى المقطع علموني فيها العيال ولا فيك اي ما ادري ايش الصاد حدث ولا شيء ما ودي اعرف الطريق ما كنت موجودين ما كنا موجود ما كنا انا موجود. ما كنت موجودين شوف انا جيت هنا شوف اشكر تمور واكثر ونعم والله ما عليهم زود شفت وقفت انا فوق الطاوله هنا شفت ولعلها يعني حجت ما زود زي كذا ايوه زي كذا الا قالوا سدحوا الطاوله ويهزون يهزون ينكسروها اه كسرتها انتبه ايه ناويين علي انتم انتبه ناوي على نية مدري ايش والله الفاصل جاني اليوم ليه يوم المنظر حقكم ذا مدري ايش اسمه اسمع حاطين لجنه تحكيم وايش كاركم اسمع مالك في الطويله تدري ان عشنا سبع ايام تحداك تسولف بدون ما تشرب بيتك صدق ترى فطره الانسان اثبت كذا وتكلم تدري ما خلنا ما اعرف سولف يلا خلينا نتحدى بعض صدق سولف واحنا ثابتين كذا يلا تدري ها قد كذا حطها هنا في ركبتك والله كذا على الركبه كل واحد يعطي مسافه بدون ما تشرب بيتك تدري ان عشنا سبع ايام لا بدون اصابع طيب. وبدون راسك تحرك اي كذا يلا وبدون لسانك لا لسانك خلي بدون يعني يلا. هو شيء انت من النوع اذا سولفت تتحرك يديك؟ اي والله انا كذا ما اعرف اسولف الا اتحرك لا انا عادي انا تدري مكالمه انا تماثيك يلا طيب يلا يلا ابدا ها واجيك تحرك تبدا ولا نبدا يلا خلاص يلا روح تدري ان مره سافرت صدق مره سافرت رحت للكويت ترى شوف اذا احد حرك كذا نقطع السالفه كمل ثاني بعد لا اجل ما نسولف لكم سالفه جديه لا 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 سالفه نبي سالفه صدق ندري ان عشنا سبع ايام في الهاوس بس لا طلعنا من برا قريه اسولف عن حياتك انت اعطنا سالفتك يوم طحت من صندوق السياره والله انك صادق نسيت انا اتحرك راسي ولا عادي يا حاتم ما دريت ها تحرك لا تحرك عادي تحرك يلا اثبت اثبت من المرات ركبت مع واحد من العيال في الصندوق حاتم تحرك لا انا بعد جلست احنا باقي ما سولفنا مره طلعت مره طلعت
مره رحت مع واحد من العيال ركبت في الصندوق هو خبل ما اسمح لك تغلط عليه ترى تحركت هاي خلاص اسمي حاتم طيب حنا مره ودي احك وجهي بس عادي لا خذ لا لا ما في وجهي يا ابو ربعان وجهي منك ياكلني ولا وجه ما هو صفات بارد معها خليش تطلع حكه الوجه الذبان جرتني طيب اسمع انا يا طلع عمر السلامه كنت باستراحة مرة حلو مرة ولا مرتين مرة متى بدأت كذا طاع السوالف عشان ما بغى يروح ظهري بغى ينكسر ظهري أضرب متحمس وكان معنا واحد اسمه طول عمر متعب ثائب متعب تحرك حلو متعب أسلم ما بدي ها أسلم إيه يوم رحت طول عمر استراحة حاتم تحرك رح يا حاتم بودي ذبانة ذيب رح يا متعب يلا بعد ما طلعنا من ماراثون حكوا كنا في رحنا واخذنا لنا استراحه انا والشباب كلهم حقين ماراثون ولما تجمعنا هناك فيصل معنا طيب فيصل ما معنا لا خذتك والله ما يروح لا انت خابرها هذيك السالفه صدق طيب اسلم ها المهم في مسبح وكلنا قاعدين نسبح انا ما قعدت انا قعدت واقف كيف قعدت واقف المهم ندفوا حاتم الرجيل و... متى بشعرك شعرك غطى تحرك تحرك المهم ما نقول لك كمل السالفة اللي أولى ركبت مع واحد خبل المكاد منو الخبل ذا؟ واحد ما تعرفه ايه اسمه حاتم الفريدي لا جاء يسارك صح؟ اسمه حاتم الفريدي ايه كفو ايه وانا كفو كفو لا تحركت شوفوا يا طول عمر السلامة جيت انا تحت البث يعني حنا نجلس شفت؟ راح فيصل نياف دخل مع السيبي اللي قبل غرفة النوم في طاولة هناك اوف فتح الدرج واخذ من جسم من داخل الدرج أي. شفت واخذ اغراض وراح واتجه للمكان ذاك شفت ويوم اتجه يروح يشغله في مكان ثاني ويحطه بوسط ذاك وبوسط هذا ومن يقول احتريح 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 يقول بغبو شفت يوم حاتم تحرك يلا متى الوكاد ذاك اليوم يوم جيت قبل يعني زد رصيدك 41 لقيت حاتم وفيصل نياف واقفين عند الباب قلت لهم يرى يجيل ادخلوا طب دقيقة دقيقة عشان تكون السافرة حلوة ها انت دخلنا بسافرة واذا انقضت عندك سافرة صدق لا لا سافرة كذا اخترع لك سافرة وحطنا احنا الثلاثة واذا انقضت عندك يكملها فيصل ابعلمكم بسافرة السافرة صدق لا احنا بنكملها اذا فصلت يكملها خلاص خلاص خلنا نسوي لا لا حلوة حلوة والله حلوة يلا هاني بخلصك سافرت انا وشباب معي لاندونيسيا احنا حلبنا اندونيسيا شو غيرها والله انا صادق انا ترى محب الكذب لان كنت طيب روح اخلص قد رحت ورجعت المهم اني اخذنا لنا 10 ايام تحركت اخذنا لنا 10 ايام احنا نتمشى في اندونيسيا تحركت يوم رحنا اندونيسيا طال العمر ونلقانا ذاك البحر تحركت يلا المهم رحنا واخذنا دبابات وجبنا الدبابات وحنا نطلع فوق الضلع والحسين هالعلانة ضلع ضلع بعد دروزيا يا تذوب اتحرك تحرك المهم حنا نطلع فوق الضلع نتمشى هزيت راسك يو انا بس وصلنا طول العمر قلنا ما نبي دروزيا ونشنا نركب طياراتنا ونطلع ل شو اسمه هزيت راسك يلا ونركب الطيارة وحنا نطير يوم طرنا في السماء ولين فيه مطر علينا ودنا لندن لندن ونروح لندن يوم وقفنا في لندن لأن كانت مباراة تشيلسي و ومن تحركت مانشستر يونايتد حنا نتابع المباراة يسجل روني هدف أعرف مانشستر تحركت اضباب اضباب أنا يا طول عمر يوم قلت وحنا نسجل يوم سجل روني هدف قلنا يا طول عمر ما نبي نتابع المباراة نبي نطلع للتشانس انتزودي شو تدور راح تحرك تحرك يلا يلا شو تقهر ذي يوم سجل الهدف وانا تحمس الهبان داخل معنا بالريالتي روح تحرك تحرك حرك اصبع قاعد كم حنا نتمشى يدك وينه عادي ما اتخل مالك يوم جينا نطلع من نطلع قال فيصل قال لا ماني طالع قلنا خاونا قال لا فيصل ماني راح معكم تراك ما انت لابس مايك يلا متعب عندي 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 وين يطيح في الجزة من هو عندي باك ما حصلت تراك كنت
حتى اذا كمل السالفه وهو يطيح في الجزه تاكلها النار. المهم يا ماكلتها النار احنا ننقذه. كيف انقذنا؟ كيف انقذنا؟ رش عليه ماء. رش رش يلا. اي رش عليه ماء وبودره و المهم طفى الحريق وحنا نفض ملابسه. ايوه اسلم. ما يقدر يصبر ما يقدر ما بصبر. شوف قاعد يطول عمر. نفضنا ملابسه ثم قلنا مشينا ل شو اسمه لا كيف نفضنا؟ نفضنا ملابسه نفضنا ملابسه كذا نفضنا نفضنا. بعدين رحنا قلنا وشو خاونا لما شو اسمه لم حركت اصبعك يلا روح. انت فقره صدق ايش تبغى تكون العب. ابيكم تساعدوني. طيب بساعد كبش. شوف انا انسان ما احب. انت انسان؟ لا حيوان هي صار ما باع احرج الشباب يعني بكثره الفقرات. اي فانا الحين عندي فقره تعالوا وين انا بنتساعد. اذا نساعد نجحت الفقره وما تساعدنا ما نجحت. تعالوا بساعدك. وش اوجهك يريح. تعالوا هنا اجلسوا خليكم غمضوا. لقوا كذا غمضوا عيونكم. نعد واحد طش يعني ولوش. لا ما في واحد طش في صدق. سكر عيوننا. لا لين اجيكم دقيقة بس والله يا عيال تكفون نجحوا فقرتي لاني انا اصبر. طيب يا شباب الله يعطيكم العافية. اسمعوا الحين فيه أوراق لقيتوها أنت فايزي. وهي وين تكون؟ نفر. أي خلاص فروا. شوف دوروها من هنا ها في الجار. يلا في الجار أوراق. لا 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 دقيقة صح نسيت. أنت سكر عيونك وقعد. أنت رح دور لقيت ورقة لا تعلم أنك لقيتها حطها في خباك وانا اجي اسالك. خلاص ما هي وقت. ايه معك التايمر شغال. يلا دورها وين بكل مجلس. ايه ادركم تشوفون في المرايا. اجلس دور. يلا دور اعد له 30 ما لقيت شيء. يلا ما لقيتها. يلا التايمر شغال. يلا ابو نياف يلا لا تبتسين. خلاص تبتسين. فيصل يلا خلاص يا ابو نياف. وش الحل؟ لا تبتسين. يلا ابو نياف روح دور. قم شاطر. يلا قم دور. ادور وين؟ ما ادري. دور دور. تكفى نجح يا عيال انا هو جار ولا هنا؟ دور يلا. يمكن تقريبا تكون عند الجار. اسمع لك ورقة. لا تشوف. اي لا تشوف. خطير انت يا حاتم فريدي. قل لي من حق تحاول ان تفهم على راسي. انت تشوف الشاشه ترى تعكس معك الشاشه. لقيت ورقه. هذا التفت. ايه اسمع له ترى ما نعطيكم درجات. يلا ها يلا سهل. استعد يلا سرع تعال يا حاتم. يلا رح. يلا حاتم رح. رح انت لي متى تخلص اللعبة؟ رح يلا رح. رح ها رح يلا رح يلا. انا بتعاونكم يا شباب. اذا ما في تعاون يلا دور رقة. ها دور رقة. ايه يلا ها حاتم خلص؟ ايه اقول لك يلا يا ابو نياف. يلا الوقت لك اخي ابو نياف. والله انسان نجح فقرتي بيض الله وجهك. يلا يلا ادور بعد. اي دور يلا. لقيت ورقه. اسكت. طيب فشلتوها انا بها تكون حماسيه راحت الروح منها.
خلاص 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 يلا روح يلا يلا خلاص يلا أسألكم أسئلة الحين يلا روح يلا عشان الوقت يا شباب يلا الوقت معنا يلا الوقت 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 يلا يا أبو سيف يلا الوقت يلا رحت إيه الوقت يا رجل تكون نجح فقرتي يا عيال أنا من الناس المميزين في الفقرات يعني والكل يدري بشي ذا يعني ما حد يا سلام يا ابو نياف ابو نياف ما شاء الله تبارك الرحمن ابو نياف مبدع قد قرطيس لا خل يلا خلاص كذا ترى والله ترى فيها جائزه ست يلا خلاص يلا ابو نياف فتح عيونك تعالوا هنا اجلسوا نجلس اجلسوا عيال بذمه ومانه صدق طيب وش ذمه ومانه طيب وش انت منكم ما تدرون انها لعبه صدق وش ترى لعبه صدق انا كنت بسوي مقلب بحط فيها فسنه ذي تقرص حتى العسل نحله لكن ما لقيت لانها خلصت كان عليها طلب واجد وخلصت فانا الحين يا شباب له جائزه فايز اكثر واحد جمع الورق يطلع ما عندكم روح الا حماسيه يلا انا جمعت انا جمعت ثنتين وحده ثنتين ثلاث اربع اربع بس هو ثنتين لا ابو نياف كم انت ابو نياف مشي على انا معبي هذه كلها ثنتين ثلاث اربع خمس عد زين وحده ثنتين ثلاث اربع خمس ترى تقطع 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 تعادل كم كم هو كم عنده ورقه انت كم عندك كم عنده خلص يا انت كذا تبون تشيلون فقرتي لا 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 عادي 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 اصلا عادي 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 خلاص انا عندي خلاص عادي عادي تطفشوني انتم ليه؟ الشرف ما يبعلكم على اللي يلعبكم الشرف مو عليك الشرف يلعب معك صدق بالله لا تحرجني يا بني والله ما عاد العب اخوي الصغير يلا علشانك ترى يا بني هذا احسن بيرد لي احسن بيقول ارجع ليه يا بني لولاك ما جاي ما جاي والله سليمة ها أشوف ما شاء الله تكفى خله خله يرجع خله خله مستر والله سليم خله مستر بس يودح والله حسيت إن بطني وجعني اللي ليش طاحت يا والله إني كنت بمزح بنزلها طب تعال 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 بعلكم لا لا بقول لكم سالفه بس مختصره يا عيال ذكرت سالفه مختصره لا نجح تكوى تكوى نجح انا عندي فقط نجح بس سالفه مختصره تقول حسيت ببطني ما كنت اجمع القواطي حقت بيبسي انا وقتها وحطها هنا كان عندي المخبز ومجمع حواجد المهم راسي عقرب ودينا المستشفى وقاموا يطقوني وبر المهم ما صحيت انا من البر والبنجره يجين اللي هم يسحبون قواطي حق ذي من بطني واحسبها قصباري اقول بقول واحد يا ولد تخيل يا ولد يلا اطرح فقرتك سلفتي والله ما عندي انا ما عندي انا ما عندي قواطي يلا يلا ما عندك وش بكره قلت عادي اليوم فاتروا طيب يلا طيب حط يدك كذا كان فيها ضرب انا اعتقد هو فيها يعني لا ضرب ما انا بضرب لا قرب اصابعك بصابعك شبك اصابعك شبك كيف شبك شبك اصابعك لا قرب لا قرب يديك يديك قرب انت يديك كذا على شكل دائره ايوه تذكرت ذكر حزيت الدروح يقول لك هي وش هي شي كانوا يقولون ايش يقولون انت تسوي فيها شيء تاكو هي لعبه تذكرها من لعبه نور عين منور عين هي وش هو اذا تناسيها كبر امره لا شامبو بامبو لم لا شامبو بامبو لم لا حمبو شامبو بامبو لا شيء شبرا ننه منه منه وزنه احمر اصفر اخضر بني برتقال احمر ا ح ما را سك اسمه اي في علوم يلا رح اذا جاء اللون اي صح صح
عرفت؟ إذا اخترت اللون عندك إيه؟ حاول تجيب لي لون من كلمة، كلمة لون مثلا برتقالي عشان با را تا قا لا أطيح هنا وأقرصه. أها هذا برتقال. أيوة. وجيب لي أي اسم، شفت؟ أي شيء عشان أقدر أتعداك. حاتم أخضر يلا. أي شيء أي لون. حاتم أخضر. يلا. لا اختر شيء. طيب شامبو بامبو لامبو دم دين ايش بدك؟ لون اختر لون اختر شيء اختار لون مع اسم ولا لون بس شيء شيء خلني انقز اصبعك في كلها والله مقرصك لا لا كذا بختار كلمه طويله لا لا, لا عادي كلمه واحده اي راح كلمه واحده كي اقول كلمه واحده اخضر ما انت بتعديني كيف بقول فيصل عنابي عنابي ع ن ا ب ي فيصل وين راح؟ انا قال فيصل اوه سكر انا قال فيصل طيب شامبو دمبو لون دار لا والله خاف صدق يلا اختار تركوازي تركوازي تا را كا وا ا زا ايوه يلا سكر سكر صباح كذا انا شامبو لامبو اختار احمر وش لا انت لا هو تسوق على انت يد واحد راح راح يد واحد اختار فيصل يلا حط فيصل حط له شامبو لامبو بامبو اختار لون اختار لا بحط صبكتين اختار لون لا هنا اختار لون هنا بس اختار لون ايه تركوازي لا تركوازي راح انت ما قلت تركوازي قلت تركوازي برتقالي برتقال لي با را تا قا الف يا لا هنا با را عندي عندنا صح ايه عندنا شامبو شامبو بامبو لون لون انا بسويها بقول لون يلا اختار لون انا بسويها عندك انت اذا جاء خلاص يلا اخلص اختار لون ازرق مع ابيض لا ازرق يلا ا ز را ق لا لا ازرق مع ابيض شامبو لون لا حبيبي لون هنا لون هنا شامبو لامبو دندو لو اختر لون لون هنا لا ما هو لا لا شرب على كيفك شامبو لامبو دندو لو اختر لون حبيبي انا ولا بادي من اصبعي بعد فيصل انا ببدا فيصل يلا طيب قرص 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 سماوي س ما ا و ي لا لا انا الف نسيته انا الف نسيته انا الف نسيته بس يلا راح يلا عند شامبو لامبو بامبو اختار لون اظافر قوية ايه انا ذكرت شيء خلاص طيب مو برتقالي عنابي ا ن ا ف ي السلام عليك اي يلا يلا شامبو بامبو لامبو اختار بدك لون يا متعب بدي لا 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 انا صح 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 هنا ها شامبو بامبو ويش لامبو لون بدك لون لا لامبو لون يا متعب صح صح لا صح صح كذا هاي لون تفاحي تفاحي لا 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 حاتم حاتم تا فا ا يا ح يا يا حاول تهجس ما ادري ايش كيف انا تحى وياها يلا انا بختار بختار اللون يلا 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 انا ما اسوي ادمن ادمن شامبو بامبو اختر لون لا يا تعذري خلاص راحن شامبو بامبو اختر لون يا ولد خلاص هنا اختر لون عند حاتم اختر لون هنا اختار بعيد هو اخلص طحلبي وش طحلبي لون طحلب هنا طحلب ايه ماشي ح لا يا با يا والله ما فيها مجال يا ابو والله سكر صح سكر اصبع اقرص اقرص يلا شامبو بدك لون لو فيها الوان عادي اسماء زي كذا بندقيراري بندقيراري يو
أوه! شامبو حط 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 وين راح نرى شامبو وش لون شلونك لا لا هنا هلا كيفك شامبو بامبو شلونك شامبو بامبو وش تختار لون هنا ايه شامبو بامبو وش تختار لونك لا يا حبيبي هنا لونك يلا حنطي اي صح 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 ها اسود لا الاسود دي ما تروح فيه لا ابيض نفسه اي رمادي را ما الف دا هنا يا انا بحسب حسب حسب حاتم طب احسبها كمل حاتم رمادي يسر اي تعجبني والله يا بنيه وهذا ايش موقف تصابكم اليوم لمبو وش تختار لو ازرق اه جا را ق تكون يا ابو قصه قويه يلا شامبو لمبو بامبو وش تختار ليش تعد المكسرات المكسرات تزيد راح شامبو لمبو هذا ما تعد بعد راح انا خلاص طبعا عندي عندي لعبه عندي لعبه ثانيه عندي لعبه ثانيه شوف شوف تعال تعال افرقان الا حلوة الانتصار افتح صندوق افتح صندوق عندي انا اي عندك انت صح افتح صندوق خذ مقص لا خذ وردة وين خذها هذه قدام حضر كيف اخذها خذها كيف شمها الله او طيب تعال هيه متم 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 يا ولد قعدنا فوق 60 يوم يا ولد خلاص ايش تسوي يا ويلي ويلا استغفر الله خلني استغفر الله العلي العظيم والله لا يضيع عقولنا بس عقولنا راحت وش هو قفل جعله ما يصير حقيقة حصلت عندنا قصة الكسر الواتس قصة حقيقة بس ودك انك تسلم للحقيقة ابو عثمان من قبائل من قبائل لان الواحد انه بده بالكذب قصة كسر السنان تقدر تسرع السنان اقدر 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 هات لي ضايف عايض خليه يرسلها لي تجيب ذاك حق الميديا اللي يرفع في اليوتيوب اكثر من 10 دقائق قول عندي برا توثق الحساب هذا رجال هو ما في شك عايشي في الزمن القديم حياته البداوة عاقبتنا عقوبات هذه وجيبها نص ساعة لك المهم في الزمن القديم سلمت المهم يجي ولا النار مشبوبة عندهم ما هو معهم يعني عشة كذا منظفة والدنيا النار في العشة ولا لا 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 خلوني أقولها وأنا صادق ذا الحين مسلم على ما سمعت نعم مو معروفين لقبهم معروف لكن بدون ألقاب اسمعك فيها أقولها وأنا صادق لأن السوالف فيها ريالتي فأنا أبغى أثبت المؤشرات في الموضوع. إيه. قال يا ما منجي قالت والله يا ولدي جيني صبية من ذا الشب. ما شاء الله. من أين من أية الناس من أية تعرف قالت من اللي وش يقول آمنا بالله. إيه. أيوة. سكنية. سكنية. آمنا بالله. آمنا بالله. سكنية آمنا بالله. لكنية لك رغبة قالت اتكلنا على الله. السلام. يا سلام عليكم السعيد. توصيل مجاني لطلبك الأول من مرسول استخدم كود BD1
الشاب صح بدن. أفخر الطيب سعر وجودة. مرشات أفخر للملابس ومثبت للبخور والعطور. دهن براشين بيور صافي. تايجر للمناسبات. دهن تراد بيور صافي. مسك أفخر المميز للجسم. رقائق فيتنامي طبيعي. وغيرها من المنتجات المميزة تجدونها في متجر أفخر الطيب. وللحصول على خصم إضافي استخدم كود BD1. استعمل كود BD1 واحصل على خصم إضافي عند شرائك من متاجر شركاء برنامج زد رصيدك. المهم يا الربع، يوم من الايام كنت كاشت الحال في شمال حال، ولا ولقى لكم نور من اثاري ابو فانوس. كل ما قربت منه يبعد، اقرب يبعد، اقرب يبعد، لين لقيت نفسي في نقطه الرياض. ولا خذ لك الثانيه، يوم من الايام قاعد في البيت طفشان ما عارف شو اسوي، قلت بمسك خط القصيم برجول بطلق رجول من الرياض لين القصيم بساعه، ومن القصيم لين حايل ب 45 دقيقه.